شوف معايا 8 شخصيات فلسطينية سياسية وعسكرية قدرت إسرائيل إنها تختلهم عن طريق الموساد والجيش الإسرائيلي، وأول اسم فيهم هيصدمك تماما. في مقابل أن تحيا إسرائيل في أمان يجب أن نبيد العالم. شخصيات فلسطينية اختلهم الموساد الإسرائيلي. رقم 1، اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004. هناك عدة روايات لكيف تم اغتيال ياسر عرفات. فالرواية الأقرب إلى الحقيقة أنه كشف الصحفي في جريدة معرفة الإسرائيلية دوريدان في كتابه الصادر باللغة الفرنسية بعنوان أسرار شارون عن مكالمة هاتفية تمت بين شارون والرئيس الأمريكي جورج بوش في عام 2004، وهو ما يوحي بأنه في ذلك اليوم حصل شارون على الضوء الأخضر للتخلص من ياسر عرفات. إذ يقول دان في كتابه إن شارون أبلغ بوش بأنه لا يرى نفسه ملتزما بعد اليوم بوعده السابق له في عام 2001 بعدم المساس بياسر عرفات على خلفية العمليات التفجيرية في المدن الإسرائيلية. وأضاف عندئذ أجاب بوش أنه ربما من الأفضل أن يبقى مصير عرفات بيد الله، فسارع شارون إلى الرد، لكن الله يحتاج أحيانا إلى يد المساعدة. بحسب الصحفي دان لم يعقب بوش على كلمات شارون، ففهم شارون أن الصمت هو الموافقة على التخلص من عرفات. ويقول الصحفي بجريدة معاريف الإسرائيلية أن شارون سر بذلك وصارع لتبليغ الصحفيين الإسرائيليين بأنه بات حرا في التعامل مع ياسر عرفات. وفي السياق ذاته ذكر الصحفي تفاصيل حديث دار بينه وبين شارون، جاء فيه يقول الصحفي: أنا شخصيا أقترح على شارون أنه يجب اعتقال ياسر عرفات وتقديمه للمحاكمة في القدس. فأجاب شارون: اطمئن، أنا أتعامل مع تلك القضية بطريقتي. وبعدها سقط عرفات مريضا بشكل مفاجئ ونقل إلى باريس وتوفي هناك. ولكي تكتمل تلك الرواية يجب أن يكون هناك أيد فلسطينية مثل هذا التصريح في مقتل ياسر عرفات. من هو قائد فلسطين أو قائد حركة التحرير الفلسطينية القادم؟ الإسرائيل وأمريكا بيحاولوا يروجوه للعالم كله على أساس إن ده الشخص أو المخلص للشعب الفلسطيني وراعي السلام اللي هيبقى موجود في الشرق الأوسط، ألا وهو محمد دحلان. وفي 2011 تم فصل وطرد محمد دحلان من حركة فتح، وكان السبب اغتيال أو مشاركة في عملية اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وده كلام محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية دلوقتي. من شهر 4 2004 في صحيفة البيان الإماراتية دحلان يقول مهمة عرفات انتهت. هجوم غير مسبوق يشنه الرئيس الفلسطيني على من كان حليفا مفترض، اتهامات بالضلوع بالقتل وأخرى أشد خطورة وتلمح إلى دور ما لمحمد دحلان في تسميم عرفات. الاغتيال رقم 2، الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس والأب الروحي للفدائيين الفلسطينيين، رجلا مسن شبه ضرير فاقد لأكثر من 75% من السمع، به من الأمراض ما لا يحصى ولا يعد. الموساد الإسرائيلي والشباك حاولوا اغتيال الشيخ أحمد ياسين مرتين وباءوا بالفشل. وفي عام 2004 وهو يخرج من صلاة الفجر تم ضرب الشيخ أحمد ياسين الرجل المسن القعيد بمجموعة صواريخ أدت إلى مقتله. الشخصية رقم 3، محمود المبحوح أحد قادة كتائب عز الدين القسام، وتعتبره إسرائيل مسؤولا عن تهريب الأسلحة. اختيل المبحوح في مدينة دبي بعد صعقة كهربائية داخل غرفته، ومن ثم جري خنقه حتى لفظ أنفاسه على يد مرتزقة يتبعون الاستخبارات الإسرائيلية. ولكي يتم مثل ذلك الاغتيال يجب أن تتوافر يد فلسطينية خائنة للوطن مثل هذا التصريح. اغتيال المبحوح
أحد كبار قادة حماس في الإمارات وتحديدا في دبي، وفي أحد الفنادق تم العثور على جثة محمود المبحوح. وبعد التحقيقات التي قامت بها شرطة دبي اكتشفت أن كل من أحمد حسنين وهو ضابط سابق في المخابرات الفلسطينية، وأنور شحيبر وهو ضابط سابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني متورطة في اغتيال محمود المبحوح أحد أكبر قادة حماس. وبعد التحقيقات تم الوصول إلى أن الاثنين دول شغالين في إحدى مكاتب التابعة لمحمد دحلان. وبعد كده طلعت حركة حماس اتهمت محمد دحلان بطريقة مباشرة إن هو السبب اغتيال محمود المبحوح بأوامر من إسرائيل. الشخصية رقم 4 أحمد الجعبري. كان الجعبري نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بل عد القائد الفعلي للكتائب على الأرض حتى اغتياله، حيث كان يطلق عليه رئيس أركان حركة حماس. نجا من عدة محاولات اغتيال بما في ذلك قصف منزله في الحرب على غزة عام 2012 قبل أن تغتاله الطائرات الجوية الإسرائيلية بموسى عدا من الموساد عبر صاروخ استهدف سيارته في مدينة غزة. الشخصية رقم 5 فادي البطش. كان فادي البطش عالما فلسطينيا ينحدر من مدينة جبلاية في قطاع غزة، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، كما كان محاضرا في جامعة كوالالمبور، ولديه براءة اختراع في زيادة كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية فضلا عن اختراعات اخرى. اختيل البطش على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلق عليه 10 رصاصات اثناء تواجده لصلاة الفجر، مما ادى الى مقتله على الفور. وتبين لاحقا ان المهاجمين تربطه صلة وثيقة بالموساد الإسرائيلي. الشخصية رقم 6 يحيى عياش. يعتبر يحيى عياش من أبرز وأهم القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام الذين اغتالتهم إسرائيل، حيث اتهمته بالمسؤولية عن مقتل عشرات الإسرائيليين عبر تنفيذه سلسلة من التفجيرات والعمليات الانتحارية داخل إسرائيل. حمل عياش المولود في شمال الضفة الغربية عام 1966 لقب المهندس لأنه كان يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة برزيل، حيث نشط أثناء دراسته الجامعية في صفوف أنصار حماس في الوسط الطلابي. خلال فترة قصيرة من انخراطه في العمل المسلح بات يؤرق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب القدرات التي كان يتمتع بها، إذ كان يصنع المتفجرات من مواد أولية متوفرة في السوق المحلية. وتمكن جهاز الأمن الإسرائيلي الشباك من إيصال هاتف ملغم إلى عياش في أوائل عام 1996، وبينما كان يتحدث مع والده في الضفة الغربية جرى تفجير الهاتف عن بعد، إذ تم التعرف عليه عبر صوته. الشخصية رقم 7 محمود أبو هنود. قالت إسرائيل إن أبو هنود لعب دورا أساسيا في هجومي داميين في القدس عام 1997، وفي عام 2000 حاصرته قوة إسرائيلية داخل منزله في بلدة عصيرة بالضفة الغربية، لكنه تمكن من الإفلات بعد أن خاض معركة ضد القوة الإسرائيلية قتل خلالها جنودا إسرائيلية بينما أصيب هو في كتفه. وبعد ذلك ألقت السلطات الفلسطينية القبض عليه وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الانتماء لحركة حماس. وفي عام 2001 قصفت الطائرات الإسرائيلية سجن نابلس المركزي الذي كان يقبع فيه أبو هنود، لكنه نجا من الموت وفر من السجن لتبدأ رحلة مطاردته من قبل إسرائيل مجددا. وبعد 6 أشهر من فراره من السجن قتل أبو هنود. الشخصية رقم 8 عدنان الغول. يعتبر عدنان الغول من الجيل الأول من قيادي ومؤسسي كتائب القسام، وكان من مساعد يحيى عياش. تمكن الغول الذي درس الهندسة في الخارج من تصنيع القنابل والصواريخ والقذائف محلية الصنع، مما أكسب حركة حماس قدرة جديدة لم تكن لديها من قبل. وبدأ الغول المولود في مخيم الشاطئ نشاطا عسكريا ضد إسرائيل قبيل اندلاع الانتفاضة الأولى، فشكل مجموعة نفذت عمليات طعن
ضد الجنود الإسرائيليين في غزة، لكن أمرها انكشف بعد اعتقال أحد أفرادها، مما دفعه للسفر إلى الخارج، ثم عاد إلى غزة في أوائل التسعينيات ليكمل نشاطه. وكانت إسرائيل تعتبر الغول خبير المتفجرات الأول الذي صنع صواريخ القصاب التي يطلقوها الفلسطينيون من شمال غزة حتى اليوم. كما حملته إسرائيل مسؤولية عدد كبير من الهجمات ضد إسرائيل. تعرض الغول لعدة محاولات اغتيال، وكان من أقدم المطلوبين لإسرائيل منذ الثمانينيات، فقد فقد 2 من أبنائه في عمليات إسرائيلية خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمنزل الغول الذي دمر كليا. وقتل الغول عندما أصاب صاروخا أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية على سيارته في غزة، فقتلته إلى جانب رفيقه عماد عباس. تلك كانت بعض الشخصيات والقيادات الفلسطينية التي اختلتهم إسرائيل عن طريق الموساد أو الشباك أو الجيش الإسرائيلي. ولمزيدا من تلك الفيديوهات لكي نكمل الشخصيات السياسية والعسكرية القيادية الفلسطينية التي اختيلت عن طريق إسرائيل، اكتبوا لنا في الكومنتات لكي نقوم بالجزء الثاني. ولغاية هنا خلص فيديو النهاردة. بفكركم باللايك والشير لو انت بتتفرج على اليوتيوب، واللايك والشير لو انت بتتفرج على الفيسبوك، اللايك والشير برضو لو الفيديو ده على الانستجرام. ألقاكم على خير واستنونا في فيديو جديد. كان معكم أحمد ربيع من مكان ما من المحروسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اول مرة تعرفها هنا وبس، اهلا بيكم في الحكاية بالمصري.